حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، قال عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله: